الكريم. سيد الرئيس، مداخلتي غادي تتكلم في توزيع الشعير، توزيع كمية اللي توزعوا في سيدي قاسم، توزعوا بواحد الشكل اللي غير معقل، وكان كانت مشاكل انه الغرفة ما حضراتش، هذا بداو الدائرة ديالنا حنا بعدا ما كانتش حاضرة، مثلا المحاضر ما عرفوش شنو يتوزع. هذا من جهة. الجهة الثانية كان المشكل ديال الجنس الأول ديال واد سبو، قضى واحد المدة ديال 18 يوم، وكان سوا وكان تنعرفو الدور ديالو اللي وقيلا النهار كونا ناس كبر منا مع وهذا قالك ما عمرهم شافوا ديك الكارثة ديال سبو، وأدات لمشاكل كبيرة. مشاكل كبيرة دابا الفلاح تيعاني منها. نعم الجاي غادي يكون مشكل كبير، لان كان مشكل في الحوامات وفي الحياة ديال السمانة، والمشكل اللي كان هو ان ما كانت انا اسمح لي سيد المدير نقولها زعما كانت شي حاجة اللي ربما كان خلط كنزرع مع دريس الاول مع هذا، ما كانش واحد المبالاه بعدا دريس الاول ما فيش مشكل ديال ما فيش مشكل في الفراج ديالو، ما فيش مشكل ديال الكميه ديال الماء اللي كان واحد التدخل دخلنا راه السيد الرئيس اتصلت به واتصل به الوزاره المعنيه كانت ما على بالهاش، ما كانش عندها شي مراسله وزاره الفلاحه وزاره المعنيه، وحنا ما كنتشاركوش ما كنتشاركوناش معاكم في هذا الشيء باش حتى حنا نقوموا بالدور ديالنا اللي الفلاحه مساكن كانوا تيراهنوا علينا حنا. وشكرا سيدي.